سائل بيسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بيقول أختي كان عليها 9 أيام من رمضان وهي الآن تريد أن تقضي ما عليها، هل يجوز أن تصوم يوما من كل أسبوع مع العلم أنها هي حامل والطبيبة قالت لها صومي، ولكن بعد صوم يومين متتاليين حدث لها إغماء؟ لا، تصوم يوم من كل أسبوع مفيش مانع، يوم كل أسبوع، يوم كل 10 أيام مفيش مانع، محدش قال بالتتالي ده، المهم إنها تخلص اللي عليها قبل رمضان اللي جاي ما يجي، إذا كان عندها قدرة على الصيام وفرصة. احنا دلوقتي في الشتاء، الشتاء غنيمة العابدين، يوم قصير تصحى من النوم توصل المغرب الدم وليله طويل. فدلوقتي اللي عايز يصوم وياخد الأجر العظيم يعني ايه، السوق، سوق العابدين مفتوح. هي لو هتصوم دلوقتي اليوم بيخلص بسرعة ويبقى خفيف عليها كمان.